ليبانيز موفي اووردز هالحدث يلي بسنته الثاني حقق نجاح واللي هو سكسس ستوري بالنسبه لإلي لاميل عيد لانه كثير لنا اوقات بنفكر بفكره بتكون عن جد فكره حلوه بس ما بنكون عندنا الجرأه انه ننفذها. اميل كان عنده الجرأه انه ينفذها واليوم صار عندنا اووردز لليبانيز موفيز. بونجور. بونجور. كيفك اميل؟ منيح انت كيفك؟ شانتال مهنا موجوده معنا كمان ممثله شانتال وللسنه الثانيه على التوالي عم ترافقي هالحدث وهيك تناخد كمان اجواء ممثلين الشباب يلي كنا عم نقول شوي قبل الهوا انه بحاجه نحن للموتيفيشن بكل شيء بنعمله بحاجه لحافز يعني شيء يحفزنا لانه يكون عم يبين شغلنا. طبعا نحن رح نشتغل بكل الاحوال ولكن بكون في هيك يمكن حماس اكبر بالشغل. هذا كان الهدف الاساسي لك؟ اكيد نحن يعني دائما بنحب ندعم السينما اللبنانيه ونخلي الفيلم ميكرز اللبنانيه هن عم يعملوا الفيلم يلاقوا نجاح بالاخير يمكن ما يلاقوا بالبوكس اوفيس يلاقوا عنا مثلا بالجوائز اللي رح يستلموها وانه في حدا عم بقدر لهم شغلهم. بهيدا اول شيء خلينا نشوف الفكره كيف بلشت. نحن من يومين على كل حال نهار الاربعاء كان الايفنت وتسلموا الجوائز وعرفنا مين هن رابحين وعرضناهم باللايف واليوم رح نرجع نحكي عنهم. بس انا حابه اعرف كيف بلشت هالفكره يلي يعني سنه عن سنه عم تاخذ نجاح اكبر واكبر وقلت لي حتى من السنه الماضيه عالميا بلشوا كمان يسالوا عنكم. مزبوط بلشت الفكره من سنه الماضيه تقريبا وقت فكرت انه ليه نحن ما عندنا هيك ايفنت بلبنان بكرم السينما اللبنانيه والعالميه. يعني دائما بننتظر الجوائز العالميه بنحضرها دائما على التي في وبننطرها نشوف مين رح يربح. فطلعت الفكره انه انا اعمل هيك ايفنت تكرم الافلام اللبنانيه والافلام العالميه كمان وانطلقت الفكره وكانت ناجحه وبعد عم تنجح اكثر واكثر. شانتال شو اهميه هيك فكره وليش من الاول يعني حبيتي تدعميها وتكوني معهم؟ اول شيء بونجور كاتيا. انا كثير انبسطت بصراحه. بتذكر من سنتين اول لبنانيز موفي جايد اووردز وقتها حكينا اميل وقال لي عن الايفنت وعن الفكره I was shocked. هيك اول شيء انصدمت انه عن جد اميل كان معها بالجامعه عامل هيك ايفنت هالقد انترناشونال كايند اوف وبتجمع عدد كبير من الممثلين وكتار بالمجال يلي عم جربوا يتركوا بالبصمه حلوه وعم بيشتغلوا شغل كتير حلو. فانبسطت كتير وقلت له عن جد اذا عايز حيلا شيء I'm ready to help I'm ready to put حيلا effort انا بقدر ساعد فيه لهيدا الايفنت لانه عن جد هيدا الايفنت اللي صارت هي دليله عن طموح وانه ما في شيء مستحيل عند حيلا شاب او حيلا صبيه عم تحضرنا هلا انه اذا كان عندها حب وشغف و بتآمن بالشيء اللي هي عم تشتغل فيه والمجال اللي اختارته قدرة توصل وقدرة تعمل من ماشي كل شيء حلو. وهيك صار يعني مع بداية هالأوردز يلي بلشوا السنة الماضية. يمكن كانت الفكرة مجرد فكرة أكيد بدك تنفذها على الأرض أميل بس ما كنت عارف شو رح يكون ردة فعل إن كان الممثلين المخرجين يعني اللي هن بالمجال أو إن كان نحن يعني كجمهور. مزبوط ما كنت عارف شو رح تكون ردة الفعل. وسنة الماضية كان في تقريبا بس جايزتين للأفلام اللبنانية وبعد الحفل كلهم شجعونا انه وسعهم للفئة اللبنانية لانه حبوا الفكرة ولقوا انه بتاخد نجاح اكثر واكثر. مثلا بس ليكون في بس لبنانيز دايركتور بس لبنانيز اكترس او بس لبنانيز اكتر. فالسنة كمان يعني كان في نجاح بهي الدول الكاتيجوريز وكان النومينيز يلي موجودين يعني كانوا كلهم تقريبا موجودين حتى لو مش رح يربحوا كانوا كمان عم بيشجعوا هذا الايفنت. فبتبين انه كمان هن يمكن لو يمكن مش ربحانين مهتمين انه يدعموا هيك ايفنت بلبنان. رح نشوف فيديو صغير بفرجينا اجواء هالايفنت لان كمان تنظيم ايفنت من هالنوع يعني نهار الحفل كمان شغله كثير مهمه لانه كل السليبرتيز بلبنان بيكونوا موجودين وانت أكيد. كان على بالك تعملها على مستوى عالمي. خلينا نشوف. Long drive.
should just tell you to leave, cause I know exactly where it leads, but I watch us go round and round each time. You got that James Dean daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like, and when we go crashing down, we come back every time, cause we never go out of style, we never go out of style. You got that long hair, slick back, white. Hello, movie واخراج ايميل عيد كمان تنظيم واعداد والى اخره واخراج كمان اميل عيد. اميل خبرني كيف وصلتوا للعالميه وليش بلشوا يسال عنكم برا؟ انا تفاجات صراحه يعني سنه الماضيه بدي اقول من وورنر براذرز بيقولوا لي انه بعد ما ربحت ساندرا بولوك بست اكترس وبعد ما ربح الفونسو كوارون بست دايركتور طلبوا وورنر براذرز الجوائز تيبعثوا لهم اياهم. يعني عاده مثلا وورنر براذرز دائما بيبعثوا من برا للبنان، هي اول مره كانوا لبنان عم يبعثوا شيء لعند وورنر براذرز، فكتير تحمسوا للفكره. والسنه كمان وقتها كنا عم نحضر للايفنت والنومينيشنز كان في فوكس موفيز كانوا عم بيجربوا كمان يبعثوا بيردمان على الوقت ينعرض ويكون نومينيتد بس ما لحقوا، فكانوا كتير محمسين انه يكون مشترك الفيلم عنا. اكو حال في كمان جائزه لدور السينما؟ كمان كانت سنة ربحت فوكس سينماز على أي أساس الماضي. يعني يعني شو بده يكونوا تفوقوا على الآخرين جوري. بشو في جوري ممبر بصوته وفي الأونلاين فوتينج حسب الأفلام يلي نزلت عندهم، يعني مش ضروري حسب الأفلام، حسب السيرفيس يلي بيعطوها مثلا، حسب مثلا كل سينما عندها في آي بي سيتينجز أو الجولد لاونج، فحسب والإنترناشونال ستاندردز كمان تبع السينما هذا الشيء بيأثر. شانتال، ما رح نحكي عن لجنة الحكم يلي كانت مؤلفة من يعني أشخاص طبعا بالدومين بس اشخاص شوي كمان حد هالمجال حتى يكونوا كل الاراء موجوده ومشموله، خبرينا عنهم شوي. بصراحه لجنه الحكم يلي اخذت القرار بالنهايه لمين بده يربح كانوا عن جد، يعني انا ما بعطي شهادتي فيهم، هن عالم جدا متالقين بهذا المجال وعندهم خبره كثير كبيره وواسعه. من الحلو انه جمعت بين إذا بدي أقول جيل الشباب وجمعت بين ناس عندهم خبرة كتير كبيرة بهذا المجال، هذا الشيء عطى نوع خاص ونكهة حلوة بالإيفنت وفعلا هذا الشيء حلو. والجمهور كمان كان له دور. أمير خبرنا. أكيد كان في عندهم 40% من نتيجة التصويت اللي كانوا عم بصوتوا على الويب سايت، ومثلا كانوا في بعض الفئات هن كانوا عم يحكوا عليها تقريبا، مثلا وقتها كان انقسم الصوت بين لجنة التحكيم مثلا النص لهذا الممثل ونص لهذا الممثل، كنا عم نستعين بالجمهور تنشوف لهن مين مصوتين، وكانوا هن بعض الأوقات عم يحسموا النتيجة. وكمان كانوا كثير متفاعلين، يعني كلهم عم بصوتوا يقدروا يشجعوا الفانز تبعوا للممثلين اللي هن بحبون. البوكس اوفيس كان له دور؟ البوكس اوفيس لا ما كان له دور، بس اكيد مثلا الافلام اللي بتكون ناجحه بتاخذ تصويت اكثر، يعني بيكون في عالم اكثر حاضرين بطبيعه الحال، يعني بطبيعه الحال بتاخذ اكثر تصويت. الافلام اللبنانيه السنه كلها كانت موجوده بالنومينيشن؟ تقريبا كل الافلام كانوا مشتركين، لانه كانوا يعني قليل الافلام تقريبا اللي بنعتبرهم نزلوا السنه الماضيه، فجربنا نشملهم كلهم، يمكن مش بكل الفئات لانه يمكن ما بيتاهلوا انه يكونوا مرشحين بكل الفئات، اذا كان دوكيومنتري او اذا كان فيلم مثلا ما فيه مثلا هالاديتنج يلي بخوله انه يكون مرشح، بس جربنا نشملهم كلهم وتقريبا كمان كلهم كانوا حازوا على جوائز بالايفنت. السنة القادمة بلش التحضير، يعني مع انه امبارح خلصنا الايفنت الاربعاء اليوم للسبت. قلت له لايميل بس خلص الايفنت، قلت له ايميل بدك فاكيشن هلا شو جمعة؟ ما انا هلا قلت له ارتحت؟ قال لي ايه بس رجعت بلشت. مزبوط، اكيد بلشت بالتحضير يعني مع الفولو اب مع الجوري ممبرز، اكيد بدي اشكر الكل يلي دعموني وساعدوني بهالايفنت وكل البريزنترز مثل شانتال مهنا وغيرها كثير. فكمان بلشت حضر مين بده يكون جوري ممبر لسنة الجاي، مين بده يكون بريزنترز، واكيد يعني بلشنا نشوف شو فينا نحسن لسنة الجاي، شو فينا نوسع فئات نغير فئات. وبعطيك سكوب انه سنة الجاي رح يكون في فئات اكثر للافلام اللبنانيه. وان شاء الله ان تي في تكون عم تغطي كمان مش غلط. اهلا وسهلا فيكم، بتمنى لكم كل التوفيق. اميل فعلا فكره كثير حلوه، بتمنى يكون في فند اكثر كمان السنه القادمه ويكونوا بلشوا يتشجعوا الكل على سبونسرينج لحتى يكون هالايفنت على المستوى كمان المطلوب بعد اكثر واكثر للاستمراريه، لانه هو هلا على المستوى المطلوب. مرسي. شكرا لك مشاهدينا، وقفي هلا ومتابعنا وياكم لايف مع اكستريم من الزعرور، خليكم معنا.